مشاهدينا للحديث أكثر عن الموضوع أكثر، نسعد باستضافة ديما طرقان ابنة المؤلف والملحن السوري ذي الأصول الجزائرية طارق العربي طرقان. مرحبا بك ديما. يا أهلا وسهلا نوال، شكرا للاستضافة هاي المرة الثانية، وشكرا على التقرير الحلو واللي أكثر من حلو كمان. شكرا ريما. ديما قبل ما نتحدث أبارك لك، هي تكريم الوالد وسام العشير استحقاق الوطني بدار الأوبرا بعلم بالسايح، هو تكريم لك أيضا وتكريم الإبداع بصفة عامة. أنا بدي أشكر الجزائر، أشكر سيادة الرئيس بوتفليقة، الوزارة، وزارة الثقافة اللي متمثلة بسيد عز الدين ميهوبي. هذا فخر لنا كتير كبير. نعم. وما بظن أنه في تكريم أحلى وأكبر وأهم من هذا التكريم. نعم ديما، هاي المقابلة يعني لنا معك الثانية، ولكن زيارتك للجزائر ليست هي زيارة ثانية، هل في كانت زيارات أخرى بعد زيارة العام بعد الماضي؟ أول لقاء. نعم. هاي رابع زيارة للجزائر. المناطق التي تجولت فيها الآن؟ بهي الفترة بعد تاني زيارة رحت لتغيط، كان في إقامة فنية، كانت كثير حلوة، شفنا فنانين جزائريين، رسامين، نحاتين، موسيقيين، حلو كثير الواحد يتعرف على المواهب اللي ببلده وعلى المثقفين والشباب تحديدا. ولاحظت شغلة كثير مهمة انه الجزائر كثير مهتمة بالشباب. اكيد، جميل. وهذا هذا اهم شيء ممكن ينعمل. الحمد لله. ديما ناخذ الان في حديثنا، نعرف ديما وكل يعرف ديما طرقان من خلال رسوم متحركه، غناء شارات الموسيقيه الخاصه بالكرتون، وايضا الدبلجه بصفه عامه نقولوا احنا الفويس اوفر، لكن نحب ان تعرفوا ديما ولكن اكثر من خلال بصمتها الخاصه، خصوصيه ديما من خلال الوش يعني نعرفوها اكثر، وش حبت تكون ديما هي نفسها تحديدا. هلا بالاضافه للفويس اوفر، بالاضافه للاغاني وهيك، انا الشيء اللي شوي ميالة له اكثر، ما بعرف اذا فهمت سؤالك. نعم. صح، هو السينما، التمثيل. نعم. يعني هاي بصمه ديما الخاصه، خصوصيتها، هذا اللي حابه مثل ما حكينا. حابه انه كان في تجربه طبعا بسوريا بالسينما، وان شاء الله في من خلال من خلال يعني التعليق الدبلجه، ومن خلال التمثيل ايضا ان شاء الله. التعبير اي تمثيل، يعني عالم التمثيل السينمائي. السينمائي جميل غير جدا. الدوبلاج جميل جدا، راح نشوفه ديما ايضا في اعمال اخرى سينمائيه ان شاء الله. يعني ان شاء الله، إن شاء الله. انا هذا الشيء حاببته يعني. ان شاء الله. ديما نعرفوا انه الدبلجه في الوطن العربي او صناعه الرسوم المتحركه في الوطن العربي او حتى اعمال خاصه بالكرتون، افلام، مش حتى فقط رسوم متحركه، يقومون بدبلجتها باللغه العربيه الفصحى. يعني ديما هل تقومين تبقين فقط في الدبلجه بالفصحى، ام انه تقدر يعني ديما انها تتوجه الى خوض غمار الدبلجه باللهجه الاخرى، خاصه وانه نحن نشوف مؤخرا انه هناك توجه كبير في الوطن العربي الى دبلجه اعمال باللهجات، سواء سعوديه، جزائريه، مغربيه، ايضا تونسيه. هلا في هذا السؤال في له شقين. بالنسبه للطفل لا يحبذ ابدا، او ما بصير اصلا نعمل شيء غير بالفصحى. نعم. بالمجالات الثانيه خلينا نقول هي نقل ثقافات مختلفة. أنا كمان شغلي كدوبلاج ما عدا الأطفال. نعم. ماشية بدوبلاج باللهجة السورية. كان لك تجربة؟ كان في كتير، مثل إذا فيني أقول ما بعرف، وادي الذئاب، مثل مسلسلات كتير يلي كانت تنعرض باللهجة السورية، بس هي الأصل كانت تركي ولا مكسيكي. نعم. ولا هندي ولا. نعم. ديما حاليا تقومين تريدين دائما نرجع الى دائما خصوصيه، هل تودين البقاء دائما في اعمال خاصه يعني مشتركه مع الوالد الكريم طارق العربي طرقان، وجه تحيه عبر قناه الشروق نيوز، ام انها تقوم بالبقاء تحت لواء الوالد الكريم؟ هلا كمان انا هذا كثير يعني كمان فخر لإلي انه ابقى تحت لواءه مثل ما حكيتي. أكيد. لانه خصوصي من الصغر نحن وعينا على هذا الشيء. بس بابا دائما بيشجعنا انه اذا في اي شيء ثاني اشتغلوا. اي طبعا، ودجا يعني كان في كثير شغل قبل، كان انا ولا اختي ولا محمد ولا اخي. جميل. اخر اعمال شركه، اذا كان هناك انتاجات خاصه برسوم متحركه فقط، تعملوا فقط في مصر او خارج مصر؟ لا خارج مصر. نعم. هي اونلاين يعني بالاخر، والمقر بمصر. وفي عمل ان شاء الله لرمضان، الدوبلاج والتيتر تورغان برودكشن. وبس قبل ما ننهي حابه انوه لشغله كثير. نعم. مهمه. نعم. كثير عم بيقولوا انه بابا سوري من اصل جزائري، الوغ كو نو، يعني
بسوريا معروف انه في مليون سوري من اصل جزائري، بس في عندك 5000 جزائري مقيم في مصر نحن منهم في سوريا، والسبب انه نحن ولدنا بسوريا، جدي ابوه لبابا كان دبلوماسي، كان اول قائم بالاعمال في سوريا بعد الاستقلال. بعد الاستقلال هذا السبب، بظن كثير ناس كانوا عم بيستنوا يعرفوا جواب يعني. جميل. طبعا مع محبه خالصه لسوريا اكيد، يعني بلدين أكيد. بالنسبه لنا واحد اكيد. الان ديما نتوجه الان الى صناعه الرسوم المتحركه في الوطن العربي وصناعه الكوميك في الوطن العربي. نلاحظ انه ما زلنا نحن يعني حاليا يعني الان ما زلنا مرتبطين بشكل كبير جدا بالعمل الاصلي، يعني العمل للبلد الاجنبي الاخر. ما فيهش هويه خاصه بالوطن العربي، يعني بالرسوم المتحركه بهويه عربيه. ليش ما هناكش يعني ما كانش هناك انتاجات عربيه بهويه عربيه خاصه سعوديه جزائريه مغربيه؟ دائما بقينا متابعين الى البلد الاخر فقط دبلجه. هلا في مواهب شباب فظيعه بالوطن العربي كلياته. الحمد لله في مثلا عمل اماراتي عزام فارس الطبيعه. كان في بالتعاون مع الشارع كلمات والحان بابا مع سامي كلارك. هذا شيء مبشر لبعدين انه في، لانه احنا عندنا طاقات. بس بالنسبه في شغله كثير مهمه الناس ما يمكن ما عم يعرفوا قيمتها لهلا، لازم يكون في انتاج محلي. بس الفكره وين؟ بالمنتجين نفسهم. ما حدا رح يدفع مصاري مشان يعمل لك عمل، للاسف مهمشين شوي الاطفال. يعني بيروحوا اكثر للدراما لكذا، مع انه هذا اساس المجتمع. اكيد بالآخر. اكيد فنحن بنتمنى طبعا يعني اكيد توصل انتاجات اكثر خاصه بالبطولة. لانه حرام المواهب اللي موجوده بالوطن العربي لا تقل اهميه أكيد. وخبره عن المواهب اللي برا اكيد طبعا. يعني ديما بمتعلق الان حتى الحديث يخص الان جولتكم الفنيه ان صح التعبير، لانكم كل جولتكم خاصه نشوفها في مهرجانات الكوميكون، مهرجان اجيال خاصه، وتقوم ايضا باحياء حفلات تؤدون فيها حشرات الكرتون. لكن مؤخرا شفنا الوالد الكريم في مهرجان الشارقه اللي صالون الدول الشارقه للكتاب، يعني هذا ما يقتصرش فقط الى على جولتكم الفنيه الخاصه بغناء الشارع. لا مو بس شارات طبعا، في شغلات كثير كان لها علاقه بالطفل، كان لها علاقه باللغه العربيه. نعم. وطبعا والسبب الاساسي هو الشارات. فهي يعني نعم. اذا هل تكون هناك محطات اخرى يعني إن شاء الله. جولات اخرى مستقبلا ان شاء الله، في كذا جوله واكيد بالجزائر قريبا ان شاء الله يا ربي. ديما فقط في الختام قبل ما نختم، فقط اذا حبينا نتعرفوا اكثر على مستقبلا الجديد يعني الخاص بك انت او الوالد او حتى العائله التلقانيه بكامله. هلا في عمل طبعا لسبيس تون بمناسبه رمضان، وفي اعمال ثانيه كثير ان شاء الله شوي شوي رح نخبركم عنها ان شاء الله. وهيك ان شاء الله. ديما شكرا جزيلا على تلبيتك الدعوه وهي الزياره الثانيه او لقائنا الثاني. شكرا لك. ان شاء الله تكون هناك لقاءات اخرى اكيد ان شاء الله. فقط قبل الختام كلمه اخيره للجمهور الجزائري. محبه كثير كبيره لكم. في شغله بس حابه اقولها. نعم. يلي عايش بالجزائر يمكن يكون متعود عليها، مو حاسس كثير بحلاوتها خلينا نقول. بس الجزائر اهم من كثير بلاد كثقافه وكحضاره وكشعب وكاخلاق، فهذا الشيء يا ريت ننتبه عليه اكثر كمان. كمان شكرا جزيلا. ديما قبل الختام فقط نستمع الى هذا المقطع. ديما اكيد راح لما تستمعيها اكيد راح تفرحي لانه هذا المقطع سمعناه قبلا، راح نعيد الاستماع اليه بعد قليل. يلا. وكلاب في يوم حار انت صديقي لأن ديما كان هذا مقطع جميل جدا، أغنية جميلة جدا. فقط تعطينا عنوان هذه الأغنية اللي غنيتيها. لا تحرجيني نسيت. أكيد نورمال. هي تضاف إلى قائمة هي غنية داخلية مو شارة بالضبط. نعم. كانت كثير قديمة يعني و نعم تضاف إلى قائمة الإبداعات الخاصة بديما ترقان ابنة الملحن والمؤلف الشارات وصانع أحلام طفولة طريق العربي ترقان. شكرا جزيلا لك ديما على تلبيتك الدعوة وحضورك معنا. مشاهدينا إلى هنا نأتي إلى ختام ثقافيتنا، شكرا لكرم صاحب المتابعة والسلام عليكم.